الانستركشن اللي بهمنا هو p560.jacob0@qn. اوكي هي qn معرف هون، واحنا هون في عندي ميثود على p560. الميثود هو الجاكوبيان، هلا بعدين بنشوف ليش الزيرو في عندي، زيرو في عندي n، الجاكوبيان على p560 عند qn على بوز معين. بنطلع الجاكوبيان بعطيني اياه، وهاي اذا سميتها خليني اسميها j بتساوي يساوي انسر. مزبوط معنا؟ اشطر من انتو الماتلاب. هاي هون جي عندي، هاي هاي الجي، رح تلاحظوا في عندنا هون زيروز. اوكي والزيروز هلا بنشوف ايش هاي، لانها هاي سفيريكال ريست، لانها سفيريكال ريست بيطلع معي هدول، لانه في اشياء ما بتاثر على على البوزيشن. اكس دوت السرعه في اتجاه اكس ما بتتاثر بالثلاثه اللي تحت، والسرعة باتجاه الواي ما تتأثر بالثلاثة هدول، والسرعة باتجاه الزد ما تتأثر بالثلاثة هدول، لأنها سفيريكال ريست. فكيف ما تحركوا ثيتا 4 وثيتا 5 وثيتا 6 بغيروا الأورينتيشن بس ما بغيروا بوزيشن، وبالتالي ما بغيروا. فإذا عندي سفيريكال ريست رح تشوفوا عندي هدول دائما بكونوا زيروز. أوكي؟ هاي بالنسبة لهي الجاكوبين، وهي الجاكوبين رح ننسخها ونتأكد إنه بيطلع معي نفس الأرقام اللي موجودة هون. فخلينا ننسخها نكتبها في المكان، خلينا اكتبها هون، نكتب الارقام هذول هون 0.1501.0144.3197.000. ونعبي هدول الزيروز، وهاي زي ما حكينا سببها سفيريكال ريست من هون. بعدين عندنا 0.596300، بعدين زيرو، بعدين عندنا 0.59633.2910، بعدين عندي 3 زيروز من هون 0.7071001، بعدين عندنا 0 ناقص 1 ناقص 1، بعدين 0 ناقص 1 0 1، بعدين عندنا 1 0 0 ماينس ماينس 0.7071000. اوكي هاي الارقام اللي طلعت معنا لهذا البوز، وهي تربط كل سرعه من السرعات السته بسرعه من السرعات السته الثانيه، فهي بتربط السرعات اللي هي موجوده في الكارتيجن سبيس مع السرعات اللي موجوده للجوينتس، فكل واحدة من الكارتيجن سبيس بتساوي الست سرعات هذول مضروبين بالسرعة بالكوفيشنتس اللي هم هذول البارشل ديريفيتيفز، بارشل ديريفيتيفز تبعت الهيئة.